بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى طبعا داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. يمكن النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار، لأن فرقنا الحقيقة عندنا فرق مشاركة في بطولات خارجية وفرق بتلعب بطولات داخلية وفرق بتستعد للسفر اللي بتشارك في بطولات أخرى. الموسم ابتدى، يبدو أنه سيكون موسم طويل على ألعابنا الأخرى يعني الكبيرة جوه النادي الأهلي. فعندنا مجموعة كبيرة من الأخبار هنتكلم عنها ونقول لحضراتكم أحدث المستجدات. هنروح للفقرة الحوارية. فقرتنا النهاردة ليها كذا بعد الحقيقة، يعني أنتوا عارفين طبعا إن احنا برنامج الأبطال هنا دايما بنجيب النماذج المشرفة ودايما بنجيب الأبطال اللي الحقيقة بيكونوا قدوة للجميع. النهاردة طبعا زي ما حضراتكم عارفين دور السيدة المصرية أو المرأة المصرية الكبير اللي بتقوم بيه في كل المجالات. النهاردة بنعرفكم بشخصية أهلوية، نجمة كبيرة في الباليه المائي، لها تاريخ طويل مع الباليه المائي في النادي الأهلي سواء كلاعبة ومدربة، وأيضا لها يعني زي ما بيقولوا نشاط مكثف داخل النادي الأهلي اجتماعيا يربطها علاقة جيدة جدا بكل رموز النادي الأهلي ومتابعة وبتشارك في أحداث كثيرة داخل النادي الأهلي اجتماعيا مش بس رياضيا، وأيضا بعد ثالث بعد مهني وهو يعني الحقيقة من أحسن النماذج المشرفة داخل النادي الأهلي. النهاردة نعرفكم بشخصية جميلة جدا، لمياء مختار ضيفتنا النهاردة. الحقيقة يعني عندنا كلام كتير هنقوله معها وعن مشوارها الكبير مع النادي الأهلي ونجاحاتها داخل جدران النادي الأهلي. انتظروا الفقرة دي يعني هيكون فيها دروس كتيرة وهتبقى إن شاء الله أتوقع أنها تبقى فقرة يعني هتعجب جمهور النادي الأهلي. خلينا نروح لأخبارنا. هنبتدي بكرة اليد. الفريق زي ما قلت لحضراتكم عندنا فرقة بتلعب بره وجوه. الفرقة اللي بتلعب بره فريق كرة اليد الرجال اللي بيخوض دلوقتي منافسات بطولة أفريقيا للأبطال الدوري اللي بتتلعب في تونس. لعبنا مباريتين النهارده، كانت المباراة الثانية وفزنا الحمد لله على عين توتا الجزائري بنتيجة الحمد لله كبيرة جدا 40-11، ودي تاني مبارياتنا أو تاني فوز لينا الحمد لله في المجموعة بتاعتنا. طبعا المدير الفني الاسباني دانيال جوردو، المدير الفني طبعا قدر ان هو يقود الفريق في المباراتين. الشوط الاول النهارده خلص ب 20-8، الشوط الثاني خلص 40-11. فرقتنا فاضل لها ماتش ثالث بكره مع كينشاسا الكونغولي ويوم الاربعاء مع الترجي التونسي. طبعا كسبنا طبعا المباراه اللي كسبناها الاولى كانت مع فلاورز البنين بنتيجه 40-11، النهارده فزنا 36-17. فاضل لنا مباراة مع كينشاسا الكونغولي إن شاء الله بكرة ويوم الأربعاء مع الترجي. يعني كل عارف وطبعا لقطات أو صور من المباراة، كل المجموعة وكل المتابعين عارفين إنه بطولة المجموعة هتبقى بيننا وبين الترجي. الترجي طبعا لسه فائز بالبطولة العربية على حساب نادي الزمالك، فطبعا معنوياته مرتفعة، عايز يأكد جدارته على الفرقة المصرية، فطبعا مباراته مع النادي الأهلي مش هتكون سهلة، خاصة إن فريق الترجي سيشارك أيضا في بطولة العالم مع النادي الأهلي، فإذا هي مباراة ليها كذا بعد وكذا يعني مكسب. أنت النهاردة ربنا يكرمك تكسب بكرة كينشاسا، خلاص المباراتين اللي فاتوا أنت كسبتهم، وبالمناسبة الترجي كسب مباراتين اللي فاتوا كمان. يعني الترجي زيه زيك في النقاط، إذا مباراتنا مع الترجي مباراة مهمة جدا عشان تحصد المركز الأول وتتأهل ويبقى طريقك أسهل إن شاء الله للمباراة النهائية. طبعا الفريق مسافر 100 او مسافر يعني الفريق 18 لاعب مشاركين في قوام الفريق اللي في تونس، خليني اذكرهم لحضراتكم سريعا. في حراسه المرمى عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد، محمد ابراهيم، عمر خالد كاستيلو، احمد هشام سيسا، عندنا محسن رمضان، مهاب سعيد، عبد الرحمن فيصل، مصطفى خليل، اسلام حسن، ابراهيم المصري، احمد عادل، ياسر سيف البرازيلي، راؤول ناتس، واحمد خيري، واسلام راضي، سيف هاني، عمر سامي. وخليني اشيل هنا بمحسن رمضان، الحقيقه شفت له بعض الصور وبعض اللقطات قد ايه هو خسر وزن كبير جدا من كيلو جرامات كبيره من وزنه، ودي الحقيقه ساعدته وديته يعني زي ما بيقولوا يعني بقى خفيف في الملعب اكتر. فمحسن رمضان انا اتصور ان هو عايز يعمل موسم كويس. الموسم اللي فات يمكن لم يحالفه التوفيق في بعض المباريات، ولكن محسن رمضان النهارده بيأدي يعني او بادئ موسم بشكل جيد، محافظ على الشيب بتاعه، خس جامد. عندنا برضو اسلام راضي اللاعب الناشئ اللي مسافر مع الفريق واللي كان ليه دور كبير جدا في الفوز بمباراه نادي الزمالك في اللحظات الاخيره في 2002، المباراه اتلعبت على صاله 100 عقبه. اذا الفريق 18 لاعب مطعمين بالخبرات واللعيبه الشباب، ف
فاذا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. مهم جدا مهم جدا بطوله الابطال، لان انت حامل اللقب بيحجز مقعد في السوبر الافريقي، اللي بيكسب البطوله دي بيبقى ليه مقعد في السوبر الافريقي. طب السوبر الافريقي هيبقى شكله ايه؟ الاتحاد الافريقي في اتجاهه انه يعمل السوبر دوره مجمعه زي السوبر المصري بالظبط، يعني ممكن يبقى ثلاث فرق اربع فرق على حسب رؤيه الاتحاد الافريقي، ممكن تبقى مباراه واحده اهلي مثلا زمالك اهلي ترجي ان شاء الله. يعني قصدي اقول لك انه بتبقى يعني ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. انت عايز تحجز مقعدك وتطلع بره هذه الحسابات، اكسب هذه البطوله. طبعا اللعيبه كلها متعهده على المكسب، اتمنى التوفيق، بحلفهم. ساعات جدا بتكون انت عامل حسابك زي مباريات كتيره وفرحان بفرقتك ومستعد كويس ويبدو والتوفيق يغيب عنك. احنا لا ينقصنا لهذا الفريق غير التوفيق، لو التوفيق كان حلفنا باذن الله الفريق ده هيحصد البطولات. تعدي اعداد كويس، كان في صفقات جيده، في ستابيليتي في الجهاز الفني، قصدي اقول انه كل الامور او كل الامكانيات متاحه لهذا الفريق، يبقى التوفيق. دعواتنا معاهم ان شاء الله باذن الله، يعني نبارك لهم على كاس البطوله الافريقيه ويقدروا يفرحوا جمهور النادي الاهلي الكبير. طيب هنروح برضو لنفس الفريق، وزي ما قلت لحضراتكم واشرت في الخبر اللي فات عن بطوله العالم لكره اليد. الحقيقه القرعه اتعملت الاسبوع اللي فات ما كناش عرضناها لحضراتكم، ولكن قرعه اللي اتعملت او مجموعه النادي الاهلي مجموعه يعني متزنه، مجموعه بشكل كبير، مجموعه ليست قويه وليست ضعيفه. خليني استعرض مع حضراتكم القرعه ونتجت عن ايه ونظام البطوله هيكون في بطوله العالم ايه. طيب احنا الاهلي جاب يعني في المجموعه الثانيه مع فريق مين؟ مدر السعودي ممثل البلد المضيف، ودي طبعا المجموعات، وقع معاه طبعا مدر الاهلي المصري، مدر السعودي، وبنفيكا البرتغالي، ده طبعا بطل اليورو ليج، بنفيكا البرتغالي بطل اليورو ليج، وده مجموعتنا. طيب المجموعه الثانيه نادي ماجدبرج الالماني حامل اللقب، ونادي سيدني الاسترالي، ونادي الخليج السعودي. وفي المجموعه الثالثه نادي توباتي البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، ونادي الكويت الكويتي بطل اسيا، ونادي كيلسي البولندي وصيف بطل اوروبا. في المجموعه الرابعه نادي برشلونه الاسباني بطل دوري اوروبا، ونادي مينستورس المكسيكي بطل امريكا الشماليه، ونادي الترجي الرياضي بطل البطوله العربيه. طب النادي الاهلي تاهل للبطوله دي ازاي؟ النادي الاهلي تاهل بعد فوزه بكاس السوبر الافريقي على حساب نادي الزمالك في البطوله اتلعبت منذ اربع شهور. نظام البطوله عباره عن ايه؟ اول كل مجموعه هيتاهل لدور الاربعه على طول، مفيش كلام كتير ولا ادوار ثمانيه ولا الكلام ده، اول على دور الاربعه. طب الباقي هيلعب تحديد المراكز. تاني اول كل مجموعه هيطلع على دور الاربعه قبل نهائي، وبعد كده تالت ورابع اكيد، ولكن اللي مش هيتاهل من مجموعته هيروح على تحديد المراكز. نظام بسيط جدا سيمبل قوي، بس انا كنت شايف انه كان ممكن يكون في فرصه ثانيه في دور ثاني، يعني يبقى اول وثاني مثلا، انت تاني لاعب اول المجموعه الاولى، كان هيطول يعني المباراه مباراه واحده، هتطول البطوله مباراه واحده اللي هتبقى مثلا دور الثمانيه، يعني لو تأهل من كل مجموعه اثنين، ولكن يعني فيها شويه يعني ظلم للتاني، لان التاني كان ممكن ياخد فرصه تانية يلعب اول في مجموعه تانية يطلعه، ويا ما حصلت. ولكن انت كده اول دور الاربعه على طول، الباقي تحديد مراكز. ولكن احنا كنا فين وبقينا فين؟ طبعا بطوله العالم ما كانتش بيبقى هذا العدد من الفرق، النهارده احنا بنتكلم في عدد كبير، يمكن 8 فرق على ما اشك، كان 8 اكتر 12 فرقه تقريبا، 12 فرقه 4 في 3 ب 12، 12 فريق في بطوله العالم، فهو عدد كبير. اللي اقصد اقوله هنا انه يعني كبدايه جيده، كبدايه يبقى في عدد كبير ان شاء الله. المره الجايه لجنه المسابقات ممكن تسمع لده، ممكن تشوف ان لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي ممكن تغير نظام البطوله بشكل او اخر. واحنا الجميل في ده ان في اربع او خمس فرق عربيه بتشارك في بطوله العالم، ودي حاجه تسعدنا جدا جدا، اكيد تسعدنا، واكيد هنهتم بالبطوله اكتر وهتجذب عدد مشاهدين اكتر من الوطن العربي. طيب خلينا نروح لليد، ولكن للسيدات. سيدات كره اليد زي ما حضراتكم عرفوا لعبوا اربع مباريات، حضراتكم عرفنا قبل كده لعبوا اربع مباريات، فزنا في اثنين المعادي والزمالك، وخسرنا في اثنين الطيران وسموحه. لعبنا مدينه نصر امبارح، والحقيقه فزنا باكتساح، وكانت المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي الجزيره. المباراه خلصت 52-17، كده النادي الاهلي فاز بثلاث مباريات من اصل خمسه في الدوري. وعايز اقول لكم انه طبعا ده يعني احنا قلنا وشرحنا ليه في هزه شويه في المستوى وليه الوضع كده، ويمكن بعد التقرير هشوفه مع حضراتكم برضه هعيد هذا الموضوع للمعرفه. بس خليني اقول لكم انه الدوري هيقف فتره طويله، الدوري هيقف فتره طويله عشان بطوله افريقيا عندها
او المنتخب عنده بطوله افريقيا هتتلعب في شهر نوفمبر من 9 ل 19، هيبقى في توقف طويل يمكن شهرين او حاجه، ودي فرصه كويسه المصابين نصرة ترجع، اللعيبه او اللاعبات المصابه ترجع في نفس الوقت، يعني يبقى في وقت ان حتى يبقى في هرمي، بس ده مش هيبقى افيلابل قوي لان هيكون عندنا 10 في المنتخب. بس قصدي اقول ان هو هيبقى في فتره طويله لازم كابتن محمد عادل زويل المدير الفني هيعيد حساباته ازاي يستغل هذه الفتره جيدا في صالح الفريق. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش، نتفرج على التقييد ونطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. استعدادنا لمباراة اليوم فرقة مدينة نصر فرقة متواضعة، قدرنا ان احنا نستفيد من المباراة النهاردة ان احنا تبقى تجربة لينا وتمرين لينا في يعني يوم ما يضيعش مننا كتمرين. تاني حاجة طبعا ده آخر مباراة وهيحصل توقف تقريبا في حدود شهر ونص، فدي حاجة احنا نستفيد منها ان احنا نقدر نشتغل على اللعيبة الفترة الجاية، نشوف ايه النقط الضعف اللي عندنا نقدر نحلها ونقط القوة نقدر نزودها. فالفترة دي بالنسبة لنا فترة توقف طبعا دي فترة مهمة لينا ان احنا نقدر نشتغل على الناس زي ما قلت لك، وان شاء الله كده بعد فترة المنتخب هنشوف مين اللي هيبقى موجود من عندنا او مين اللي هيبقى موجود في المنتخب، عشان هو المنتخب واخد من عندنا 10 لعيبة، فدي كانت مأثرة علينا الفترة اللي فاتت تأثير كبير جدا. اللعيبة بتبقى راجعة مجهدة، بتبقى بالنسبة لنا ان احنا ما نقدرش نحمل عليهم اكتر ما هم محملين في المنتخب هناك. فالفترة الجاية إن شاء الله هتبقى بالنسبة لنا فترة كويسة إن احنا نقدر نشتغل ونقدر نبين شغلنا تاني الفترة الجاية إن شاء الله. طبعا بنتمرن بقالنا أسبوع على الماتش، ماشيين كويس مع الفرقة، كل واحد بيعمل اللي عنده، بيطلع كل اللي عنده في التمرين عشان نظهر بشكل كويس إن شاء الله. طبعا احنا نركز في الماتش وناخدها واحدة واحدة، كل ماتش بتمارينه تركيزه، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل التعليمات اللي الكابتن بيديها لنا. الحقيقه الفرقه كلها كانت بتتمرن طول الاسبوع، احنا كل ماتش بننزله ان هو اهم ماتش في السيزون، لازم نفضل باستمرار على المكسب ان شاء الله عشان نقدر نحقق بطوله في اخر السيزون. مش حاجه معينه، بس اهم حاجه ان احنا نكون مركزين في التعليمات اللي بتجيلنا من بره، وان احنا نكون مركزين ومدينين للمنافس اللي قدامنا حجم كويس عشان نعرف نأدي في الماتش. لعبنا الزمالك في نص السيزون ولعبنا سموحه، بس لسه ان شاء الله هنكمل بقيه الفرق. قعدنا الاسبوع كله بنتمرن جامد قوي عشان ماتش وكده، والفرقه كلها كانت مركزه في التمارين واستمرنا يعني حلو. ان ننزل مركزين ايا كان بنلعب مين، مش سبيشالي بعد الخساره بتاعه الماتش اللي فات، فخلاص ما ينفعش نخسر تاني، وننزل مركزين في كل حاجه بنعملها ونسمع بس الكلام اللي بيتقال عليه وننفذه في الملعب. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح لكره السله رجال، وزي ما قلت لحضراتكم عندنا فرق بتستعد للسفر لخوض المنافسات، عندنا فريق كره السله رجال بيستعد للبطوله العربيه ان شاء الله اللي هتتلعب في الكويت في الفتره من 5 اكتوبر الجاري الى 15 اكتوبر. الفرقه ان شاء الله مسافره بكره الى دوله الكويت الشقيقه. خليني اقول لكم ان طبعا مستر اجوستي بوش اختار 14 لاعب هيروحوا مع الكويت، ولكن اللي بيلعب البطوله 12 على ما اعتقد، بيتسجل 14 بس كل مباراه، يمكن لائحه البطوله العربيه مختلفه شويه، انت ممكن تسجل 14. اتذكر البطوله اللي فاتت كان فيها 14، ولكن مع بدايه البطوله بقوا 12 لاعب فقط. ال 12 لاعب دول هو اللي هيلعب بيهم البطوله. طيب خلينا استعرض لحضراتكم مين اللي سافر، وطبعا في ظهور طبعا المحترف اللي هيلعب معانا فقط البطوله دي فكوادي. خلينا استعرض لحضراتكم الاسامي اللي هتسافر ان شاء الله وبعثه النادي الاهلي من اللاعبين. عندنا سيف سمير كابتن الفريق دلوقتي بعد اعتزال طبعا ابراهيم الجمال ومودي الجرحي، سيف سمير، محمد ابو النصر، ايهاب امين، عمرو الجندي، احمد مهيب، عمرو زهران، عمر عزب، مروان سرحان، عمر طارق، احمد اسماعيل، مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر، البورتوريكو والتر هوج، النيجيري مايكل فكوادي. دي بعثتنا اللي مسافره. طبعا هيبقى طبعا اكيد من جوه ال 12 والتر هوج وفكوادي، وهيبقى فيه اكيد 10 لاعبين مصريين. الفرقه الحمد لله الحمد لله يا رب ما فيش اصابات، بيتمرنوا بانتظام. يمكن كان في تجربه مع سموحه يوم الخميس اللي فات، ودي كانت اخر التجارب بطوله ماتش ودي مع سموحه في صاله الامير عبد الله الفيصل، سموحه اللي بيقودها كابتن فادي هاني، وانتهت بفوز النادي الاهلي 78 66.
وخلينا اقول لكم انه طبعا الفريق استعد ببطوله القاهره. بطوله القاهره لعبنا فيها اربع ماتشات، كان اخرها ماتش الانتصارات اللي الصور دي منه كان في مركز الاولمبي في المعادي، مباريتين جامدين يعني. شايف المباراه برضو مش مباراه قويه جدا، ولكن مباراه كافيه انه يجرب كل اللعيبه، خاصه ان مفيش عناصر جديده بالفريق. بالمناسبه هي نفس التيم السنه اللي فاتت، مفيش صفقات جديده. يمكن وولتر هوج هو صاحب خبرات يقدر يتاقلم مع اي وضع في الملعب. فكوادي ما كانش غريب عن الفرقه اللي لعب معانا البطوله العربيه اللي فاتت، باقي الاسامي هي موجوده زي ما هي، مفيش اي جديد. الاهلي طبعا انا قلت لحضراتكم فاز على سموحه 78-65، والاهلي حامل اللقب البطوله اللي فاتت، والاتحاد السكندري مشارك من مصر ايضا في هذه البطوله. مجموعتنا مين؟ مجموعتنا الميناء اليمني، الغرافه القطري، الرياضي اللبناني. وبالمناسبه ده ترتيب مبارياتنا، الميناء اليمني، الغرافه القطري، الرياضي اللبناني. انا شايف ان الغرافه القطري والرياضي اللبناني المباراتين على قوه واحده، يمكن الرياضي اللبناني ممكن يكون افضل شويه نتيجه اللعيبه الخبره اللي فيه والمحترفين الاجانب اللي على مستوى عالي، ولكن الغرافه القطري قريب جدا من المستوى. فاذا مهم جدا نطلع اول مجموعتنا عشان نبعد ان احنا نتصادم مع احد الفرق القويه في الادوار اللي بعد كده، سواء دور ال 16 او دور الثمانيه، ما اعرفش ان شاء الله هنعرف نظام البطوله، ولكن بتهيألي دور الثمانيه على طول. اتمنى نبعد عن الفرق القويه عشان يبقى طريقنا الى الفاينل يعني سهل. خليني اقول لكم البطوله اللي فاتت قابلنا الاتحاد السكندري في قبل النهائي، ودي كانت طبعا مفاجاه وكان نهائي مبكر لان احنا المباراه خلصت بعد اكسر تايم. انما في مباراه الفاينل كان مع الكويت الكويتي، وكانت نتيجه الفوز مريحه يعني، من الكوارتر الثالث فرقنا بشكل جيد عن الكويت، ولكن البطوله السنه دي قويه جدا، كل الفرق دعمت بلعيبه قويه واستعانت بفرق من فرق اخرى محليه في انديتهم في دورياتهم يعني، وفرق كبيره جابت محترفين على مستوى عالي اغلبهم لعب في الام بي اي سابقا. فاذا البطوله قويه، ولكن خليني اقول لكم او استعرض معاكم ايه البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي السنه دي ككره سله. خلص ان شاء الله البطولة العربية، هنرجع من البطولة العربية هنلعب دوري المرتبط. دوري المرتبط هيبتدي يوم 19/10 على ما اتذكر معايا الجدول، هيبقى دورتين مجمعتين، واحدة في القاهرة واحدة في اسكندرية. بعد المرتبط هيبقى في يا اما السوبر المصري يا اما كأس مصر، بس اتوقع بيبقى السوبر المصري، وبعد كده بتلعب كأس مصر، وبعد كده بنخش على السوبر المصري او دوري السوبر. في المنتصف هيبقى الباسكت بول افريكا ليج او بطولة افريقيا مجموعة النيل، وبنسبه كبيره جدا النادي الاهلي اللي هيستضيفها. يعني مجموعه النيل بتبقى مصر او فرق مصر، جنوب السودان، رواندا، كل الفرق دي بتشارك بشكل تصفيات بتبقى غالبا بتتلعب في مصر، وغالبا باحتمال كبير يعني. انا كنا قعدنا وصادفنا طبعا مستر امادو احمد امادو رئيس البال الافريقي، واتكلمنا معاه عن اذا كان البطوله هتيجي او تصفيات الباسكت بول افريكا ليج هتبقى في مصر. هو قال انا عايز اجيبها طبعا، ولكن بيبقى في امور من شركاء من رعاه من امور معينه، لو اتحسمت هتيجي مصر، وهيكون طبعا اكيد يعني مصر او النادي الاهلي هو الفريق الوحيد المشارك، فطبعا جماهير النادي الاهلي هتؤازي الفريق بشكل جيد. النهايات بتكون بنسبه 100% في رواندا، في اتفاق ما بين الاتحاد الرواندي والباسكت بول افريكا ليج والدوله الروانديه ان المباريات النهائيات كلها تبقى في رواندا، وحتى في دعايه كبيره على تيشيرت كل الفرق المشاركه. يعني قصدي اقول لكم انه الباسكت بول افريكا ليج هي بطوله هتبقى موجوده في شهر ابريل، تصفيات النهائيات هتبقى الله اعلم امتى، ولكن دي من ضمن البطولات اللي احنا مشاركين فيها. فاليد عندهم مجموعه كبيره جدا من البطولات، نفس الكلام كره السله، الطايره هو البطولات معروفه بقاش فيه اشتراك في الدوري كاس السوبر المصري، عندك بطوله افريقيا، بطوله عربيه ان لو لعبت او اتلعبت او شارك فيها النادي الاهلي. يعني هم خمس بطولات انت من يعني بتشارك في افريقيا اكيد، دوري وكاس هنا في مصر وده سوبر مصري، يعني هم اربع بطولات، قد يكونوا خمسه لو شاركت في بطوله عربيه. ما عندناش في السيدات بطولات كبيره غير في بطوله كره السله سيدات، ممكن يشاركوا في افريقيا. كره اليد ما اعرفش سيدات بيتهيألي مش هيشاركوا لا في بطوله عربيه او افريقيه، ما فيش اخبار عن حاجه يعني، ما سمعناش، او البطولات دي يعني ما فيهاش. بالنسبه للكره الطايره سيدات لا، نفس اللي بيمشي على الرجال بيمشي على السيدات، فهم عندهم من اربع لخمس بطولات على حسب بطوله عربيه هتتلعب ولا لا. ده كان بسرعه كده اختصار عن البطولات اللي احنا هنشارك فيها، وطلعنا من خبر كرة السلة رجال والبطولة العربية إلى مجموعة البطولات اللي هنشارك فيها إن شاء الله. هنروح لكرة السلة سيدات، كابتن طارق خيري والفريق كان عندهم الجولة الختامية في بطولة القاهرة مع الزهور، والبطولة أو المباراة اتلعبت أمس أو أول أمس على ما أعتقد، أول أمس على صالة الشهداء في النادي الأهلي بالجزيرة، والنادي الأهلي فاز على الزهور بفرق كبير جدا 85-46. وبالمناسبه الفرق ده كان من البدايه للنهايه، انا كنت في النادي بالصدفه واتفرجت على لقطات من المباراه، والحقيقه شفت كمان حضور
معالي الوزير طبعا العامري فاروق كان موجود في الملعب، جه اتفرج على فترات من المباراه، وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي كان موجود ايضا واتفرج على لقطات من المباراه، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين مجلس الاداره والنشاط الرياضي من هنا لهنا لهنا بيتابعوا كل شيء، وطبعا معالي الوزير عامر فاروق من اكثر يعني الشخصيات داخل مجلس اداره المتابعه جيدا للالعاب الاخرى، وده طبعا المحترفه يعني الامريكيه في صفوف الفريق. وخلينا اقول لكم ان كده طبعا ويبقى كده فريقنا فاز في كل ماتشات المجموعه بعد الفوز على مدينه نصر والغابه ومصر التامين وزهور. فريقنا طبعا استعدت بشكل جيد، المحترفه واللعيبه المصابه رجعت واللعيبه العقوده خلصت جددت، فالحمد لله الفرقه عايشه حاله كويسه. يبقى التوفيق، ودايما انا بقول التوفيق لانه يعني الرياضه انت بتستعد وبتجتهد، تدعو من الله سبحانه وتعالى ان يكون التوفيق. ميرال اشرف طبعا النجمه الكبيره اللي انضمت لينا السنه دي، كل اللاعبات شاركوا بشكل جيد، وكابتن طارق خيري في المباراه دي عمل روتيشن كبير، عمل روتيشن بشكل جيد، كل شارك وكل يعني الحقيقه كان ليه دور في المكسب. خلاص احنا برضو دوري المرتبط قرب بالنسبه للفريق، اتصور ان بطوله القاهره تقف وبعد كده هيبتدي دوري المرتبط للسيدات. المنافسه السنه دي في السيدات غالبا احنا وسبورتنج، يبقى على كل الاحترام، ولا هنا تايم اوت، مش احنا وسبورتنج بس، هنا سموحه فرض كلمته. هقول لكم عن خبر عن سموحه، سموحه سيدات الحقيقه يعني مقدين بدايه كويسه، ادوا بدايه كويسه، وفي خبر عنهم هقول لكم ليه ادوا بدايه كويسه، اخبار عندنا في المحلي هنقولها. ولكن سموحه انا شايف انه هيبقى ليه دور كبير، يعني سموحه هيبقى في هذا الدوري فرقه مؤثره وهتنافس بقوه، لان طبعا المدير الفني كابتن عماد محمود من احد يعني اساطير اللعبه دي في اسكندريه، ويعني عنده خبرات كبيره سواء مع رجال او سيدات. لا سموحه هيبقى ليها دور كبير، فاذا هتبقى الموضوع اهلي سبورتنج سموحه، وهنشوف ان شاء الله، نتمنى التوفيق يكون حليف الاحمر ان شاء الله. طيب هنروح لبطوله الجمهوريه لالعاب الكور للناشئين والناشئات تحت 20 سنه، انتوا عارفين طبعا النادي الاهلي بيرعى مجموعه كبيره جدا من العاب من لاعبين العاب القوى سواء رجال وسيدات او سواء شباب او شابات. بطوله الجمهوريه لالعاب القوى تحت 20 سنه الحمد لله النادي الاهلي ادى اداء كويس، والنادي الاهلي فاز بلقب البطوله، طبعا ده طبيعي، وده احنا محافظين على هذا الانجاز سنين وسنوات طويله الحقيقه، ان احنا ابطال بطوله ابطال الناشئين او الدرجه او الدرجه الاولى في العاب القوى، لان فرقتنا الحقيقه بدون منازع يعني ممكن يبقى عندك ايفنت او حاجه تخسر فيه، ولكن في التوتال انت بطل سنوات كتير. النادي الاهلي فاز ببطوله الجمهوريه للشباب والشابات تحت 20 سنه كاس العاب القوى، اللي هي الكاس، البطوله الجمهوريه كاس، لان في بطوله الجمهوريه دوري، واللي اتلعبت على ملاعب المركز الاولمبي في المعادي في الفتره من 28 لحد 30 سبتمبر اللي فات. الاهلي شارك ب 95 لاعب ولاعبه، اما البطوله ككل فشارك فيها 695 لاعب و489 لاعبه، سامعين العدد؟ يعني داخلين في 1000 لاعب ولاعبه او 1100 لاعب ولاعبه في الوقت اللي النادي الاهلي مشارك ب 95 لاعب ولاعبه، وطبعا كل اللاعبه اللي او ككل مثلوا 33 نادي ومركز شباب. فريق الرجال بالاهلي حقق 9 ذهب و8 فضه و11 برونز باجمالي 28 ميداليه، اما فريق السيدات فحقق 10 ذهب 7 فضه 10 برونز برصيد 27 ميداليه بفارق ميداليه واحده عن الرجال. البطوله طبعا شهدت البطولات دي اكيد بنتابع فيها ابرز الارقام، يعني دايما بيكون في ارقام قياسيه. البطوله شهدت تحقيق رقم قياسي من جانب فريق الاهلي لتتابع المختلط 4 في 100، 4 في 400 متر، 4 في 400 متر، بعد ما كسر الرقم السابق وكان مسجل ب 3 دقائق 43 ثانيه 91% من الثانيه. ونجح الفريق في تسجيل رقم جديد وهو كان بقى 3 دقائق و36 ثانيه و79، يعني فرق قد ايه؟ فرق حوالي 6 ثواني او 7 ثواني عن الرقم السابق. وعلى فكره الثانيه في العاب القوى رقم، فانت النهارده بتكسر الرقم السابق ب 7 ثواني، فده دليل، وده 4 في 400 مختلط يعني رجال وسيدات او شباب وشابات، فمعنى كده ان انت عندك افضل الناس بتجري او افضل اللاعبين بيجروا في المسافات 400 متر رجال او شباب وشابات، فده الحقيقه الرقم القياسي البارز اللي حصل فيه هذه البطولة. طيب خلينا نروح لنتابع نجمتنا ونجمة مصر في التنس الأرضي ميار شريف. ميار ابتدت الموسم بشكل جيد جدا، تعرضت لإصابة قوية في مشط الرجل، تعالجت رجعت أقوى من الأول بعد رجوعها من الإصابة، صادفها بعد التوفيق في بطولة أو اتنين، ولكن الحمد لله طبعا ربنا وفقها في آخر بطولة لعبتها بطولة برما الدولية للتنس، واستطاعت إنها تفوز بالميداليه الذهبيه، وطبعا كانجاز كبير وتاريخي الحقيقه لميار ان هي تحقق هذه البطوله كاول لاعبه مصريه تفوز بيها. البطوله اتلعبت من 26 سبتمبر ولحد 1 اكتوبر اللي احنا فيه
طب مشوار ميار كان ازاي؟ كسبت النهائي مع على اليونانيه ماريا سكاري المصنفه السابعه على العالم، المصنفه السابعه على العالم، هو ده الانجاز، مش انت بتاخد بطوله، لا انت بتكسب مصنفين يعني في التوب 10 او توب 8 عندك، وجات نتائج المجموعه كالتالي 7 5 6 3. ميار كان مشوارها في البطوله بدا بالفوز على المجريه انا بوندار بنتيجه 2-0، وبعدين فازت على السويسريه سيمونا والترت بنتيجه نفس النتيجه، وفي دور الثمانيه كانت كسبت الامريكيه لورين ديفيد بمجموعتين نظيفتين برضو، وفي دور قبل النهائي كانت فازت على الرومانيه انا بوجدان بنتيجه 2-1. طبعا لمزيد من التفاصيل وعشان كمان نقول مبروك لميار، معانا عبر الهاتف الاستاذه امال ثابت والده كابتن ميار. اهلا بيك يا امال امال هانم. الله يخليك، متشكره جدا على مقدمتك. ألف مليون مبروك لميار، وطبعا مش عارفين نقول إيه، ولكن هو إنجاز تاريخي وده متوقع من ميار يا فندم. الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة، هي اشتغلت واجتهدت ورسما نفسها خط يعني المفروض توصل، وربنا بيسهلها لها الحمد لله. طيب يعني خلينا نقول ان ميار اتعرضت ل يعني كانت ماشيه كويس بدايه الموسم، وبعد كده اتعرضت لاصابه في رولان جاروس يعني ابعدتها عن المباراه وتعالجت فتره، كلمينا عن الاصابه وعلاجها كان ماشي ازاي يا فندم؟ الاصابه كانت في وش رجلها من قدام، كان في شرخ وجبسته، بس يعني ما كانتش قاعده برضو، كانت بتشتغل على جسمها من فوق عشان ما ينفعش تتخن يعني. فالحمد لله قدرت تحافظ على جسمها، يعني ان هي ما تتقلش، و بدأت تخفهم قالوا لها بعد 6 أسابيع أو 8 أسابيع، وفعلا بعد شهرين بدأت تتدرب كورة بالمضرب يعني، لحد ما بدأت تشترك في الماتشات الدولية. طيب يعني يمكن علاجها كان فين؟ يعني هل هي اتعالجت في مصر ولا فضلت انها تعالج بره؟ هي مقيمة في اسبانيا، هي مقيمة في اسبانيا، هي مقيمة في اسبانيا، فكان علاجها وكل حاجة في اسبانيا. طيب يعني استاذ امال، يمكن ميار صاحبه يعني او تحطيم الارقام او صاحبه الارقام القياسيه في تاريخ التنس دلوقتي في مصر، يعني اول لاعبه تلعب في الاولمبيات ما شاء الله، اول لاعبه توصل ادوار الدور الثاني في بطولات الجراند سلام، اول لاعبه يعني تشارك او تاخد بطوله برما يعني احد بطولات المحترفات في التنس الارضي، شعورك ايه؟ وحضرتك ليكي اكيد دور كبير في اللي وصلت له طبعا ميار. الحمد لله، هو برضو تعبنا من الأول خالص، وهي أكيد تعبت، وهي يعني إقامتها بره دي هي شغلتها، شغلتها إن هي تتدرب الصبح وبعد الظهر، فبالتالي مراش حاجة غير التدريب يعني، فالحمد لله ربنا وفقها إن هي يعني تعلب مستواها لحد ما قدرت تعمل البطولة دي، لأن هي بقالها من 2018 أخرها إن هي بدأت تدخل بعد ما خلصت جامعة، فما قعدت بره هي ما كانش وراها غير التدريب. نعم. فده اللي كان بيديها حافز برضو مع نفسها إن هي عايزة توصل لحاجة. طب يعني أستاذ أمال برضو يعني هل الناحية البدنية اللي فيها ميار الحمد لله الحالة البدنية جيدة ما شاء الله ربنا يحفظها، هل تغيير المدرب الأحمال أو الخطوة اللي عملتها ميار ده كان ليه دور؟ هل مدرب الأحمال الجديد طبق سيستم جديد، طبق فكر جديد معاها، يعني هل في سر في كده؟ لا أنا مش عارفة أتكلم في الحتة دي، بس ممكن تكون كانت شغالة غلط الأول، إن هي برضو بيحملوها اكتر مما يجب، اما جابت ده اكيد فاهم شغله احسن يعني، وده دكتور جامعه معاها من اسبانيا برضه. طبعا اكيد يعني اللاعب من وقت للتاني بيحب او بيتابع، وميار ما شاء الله يعني من اللاعبات اللي عايزه ليها تارجت توصل له. طيب احنا عارفين ان البيت كله يعني بيلعب تنس ارضي يا فندم. ويعني هل ممكن نشوف يعني ميار شريف تاني؟ ربنا يسهل. يعني انا عارف ان ليها اخوات بيلعبوا، يعني ليها اخت تقريبا بتلعب كمان. بس عارف مش في الحميه بتاعتها في الشغل في اللعب. رنا مش كده اسمها؟ رنا هي الاكبر، وهي كابتن فيس كاب، وتشترك معاها في الزوجي في المنتخب، وطلعوا السنه دي للمستوى الاعلى يعني الحمد لله برضه. طب في حد اصغر من ميار ولا؟ في داليا وفي روان وبرضه تنس وفريق الاهلي. طيب يعني احنا بنتكلم دلوقتي ممكن نشوف ميار شريف تاني ان شاء الله.
ربنا يسهل ان شاء الله. يعني همتك معانا واضح ان حضرتك يعني متابعه ليهم جيدا، وطبعا واضح ان دعم سيادتك مهم، لان ما شاء الله يعني البيت خارج منه ابطال. الحمد لله. هو بقى اللي عايز هو يعمل. نعم. يعني خلاص هم وصلوا، اخر واحده دلوقتي عندها 18 سنه هتدخل الجامعه برضو، فلو هي عايزه تنسها تقدر توفر لنفسها التدريب وكل حاجه. ما شاء الله. يعني حضرتك يعني كده بتقولي كلمه حلوه، ان هو الشخص او اللاعب او الناشئ هو اللي عليه الاساس، عايز احنا نقعد ظهره. بالظبط. هي الاساس، هو احنا مش هنقدر ندفع بحد هو مش عايز، بس ان شاء الله يبقوا عايزين، عشان عايزين اكتر من ميار. بالظبط. يعني ان شاء الله هم باصين لها يعني. نعم. وخلي بال حضرتك يعني مشوار يعني ميار كان عنوانه الاصرار، لانه هي تعرضت لمطبات صعبه جدا. بص، كان عندنا مشكله في الفلوس طبعا، دي اول حاجه، والاقامه بره والقصص دي كلها، بس الحمد لله ربنا سهلها يعني. الحمد لله. الحمد لله. وان شاء الله نبارك لحضرتك على مزيد من البطولات، وبشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه امال ثابت والده نجمتنا ميار شريف، بشكرك شكرا جزيلا، كانت معانا عبر الهاتف. ان شاء الله نتابع ميار ونتوقع لها مزيد من التوفيق، نتمنى نشوفها في التوب 10 زي انس جابر اللاعيبه التونسيه اللي الحقيقه دلوقتي يعني مصنفه الثانيه عالميا، فالموضوع مش بعيد، احنا بنقرب كعرب، وان شاء الله ميار تبقى نجمتنا ان شاء الله وصاحبه الانجاز التاريخي باذن الله، ومن مزيد لمزيد تبقى محمد صلاح في تنس الارضي للسيدات. هنروح للاخبار المحليه كده، تكون اخبارنا جوه النادي الاهلي، طبعا ميار نجمه النادي الاهلي ايضا. هنروح بقى لاخبار المحليه، هنبتدي بكره اليد. زي ما قلت لحضراتكم خبر انتظرناه طويلا، وهو منتخب السيدات لكره اليد. كان فترات طويله ما كانش فيه منتخب لكره اليد سيدات، ولكن اللجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد دلوقتي يعني خدت خطوه، ودي حاجه تحسب لها على فكره، يعني من هنا ل 100 سنه قدام، ان هي راجعت تاني اسست لمنتخب السيدات والناشئات والناشئين والشابات والناشئات والفريق الاول. والحقيقه هم بيستعدوا بشكل كبير لبطوله افريقيا اللي هتتلعب في السنغال، والقرعه بتاعتنا وقعتنا مع تونس والمغرب ان شاء الله. طيب مين اللي بيدرب الفريق؟ بيدربهم كابتن رامي عبد اللطيف، يعني احد المدربين اللي ليهم يعني خبرات كبيره في تدريب. وخلينا استعرض مع حضراتكم المجاميع. المجموعه الاولى انجولا، الكونغو الديمقراطيه، الراس الاخضر، الجزائر. المجموعه الثالثه، احنا بنقع في المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه الكاميرون، السنغال، مدغشقر، ساحل العاج. احنا تونس والمغرب. المجموعه الثانيه تونس والمغرب والكونغو وغينيا. الحقيقه نتمنى طبعا كل التوفيق، هيتاهل اول وثاني لدور الثمانيه، ومعاهم احسن اثنين توالت من المجموعات، وبعد كده تخش بقى على قبل النهائي والنهائي. نتمنى التوفيق. منتخب السيدات لا يقل ابدا عن منتخب الرجال، احنا جيناتنا في كره اليد الحقيقه تقدر تحطنا في حته ثانيه، والفكر اللي بيدير الرجال بنجاح يستطيع ايضا انه يدير السيدات ايضا بنجاح، فريق السيدات المنتخب. طيب المنتخب هيتوقف، وكنا قلنا الخبر ده مع فريق اليد سيدات انه هيتوقف الدوري بعد كده، يعني ممكن الدوري هيتوقف شهرين لاستعداد السيدات، واكيد محطوط لهم برنامج يعني معروف في الشهرين ده هيتعمل ايه، وهنتكلم باستفاضه، واكيد هنستضيف حد يعني من المسؤولين عشان يحكي لنا باليوم والساعه الاعداد لهذا الفريق، وهندعم هذا الفريق بشكل جيد، لان احنا في برنامج الابطال كنا من اول الداعمين ان يكون لنا فريق لكره اليد السيدات، وكنا حريصين على ده، فلما ده اتحقق هنكمل دعمنا وهنكمل مواظرتنا لهذا الانجاز الكبير ان شاء الله اللي هيكون زي الرجال، ونتوقع بكده ان شاء الله. طيب هنروح لاخبار المحليه، وزي ما قلت لحضراتكم سموحه هيكون ليها راي كبير في كره السله سيدات. سموحه حصل على المركز الثاني في البطوله العربيه لكره السله بعد ما خسر في النهائي من النادي الرياضي اللبناني 69-64. النتيجه كانت قريبه جدا، ولكن طبعا دي نتيجه جيده، من بارك نادي سموحه الكبير على هذا الانجاز، فضيه البطوله العربيه، والحقيقه دي كانت خبره اكيد استفادوا منها اللاعبات. وقلنا طبعا قلنا ان بيقود هذا الفريق كابتن عماد محمود، وبيضم الفريق مجموعه كبيره من اللاعبات. طيب الفريق كان اتاهل بعد ما فاز على بيروت، هو لا في النهائي خسر من بيروت اللبناني للاسف، مش الرياضي اللبناني، الرياضي اللبناني مع فريق الاهلي، انما نادي بيروت اللبناني بنتيجه 69-64، وكان الفريق طبعا اتاهل للنهائي بعد ما كسب فريق الثوره السوري في قبل النهائي او قبل نهائي الفحيص الاردني بنتيجه 82-58. اما بيروت فكان كسب في قبل النهائي الامل التونسي بنتيجه 56-53. النتيجه دي بتاكد طبعا دوري سيدات هيبقى صعب، زي ما قلت لحضراتكم سبورتنج عامل اعداد كويس، وايضا سموحه نادي الاتحاد الاسكندري اسس فرقه للسيدات، واضح ان ايه
ان احنا نشوف دوري بعد كده للسيدات قوي زي الرجال، وده اللي احنا الحقيقه دايما يعني بندور عليه ودايما بنأمله، ان فرق الرجال والسيدات تكون متساويه، لان زي ما حضراتكم شفتوا في الدوره الاولمبيه اللي فاتت الميداليات 3 رجال و3 سيدات، فالسيدات ليهم دور كبير جدا حتى في الحركه الاولمبيه والمشاركه الاولمبيه في مصر. طيب هنروح لخبرين مهمين جدا، وانتم عارفين طبعا مصر سلسله استضافتها للبطولات العالميه والدوليه، وده اللي شجع كمان مسؤولين الدوليين في اللجنه الاولمبيه الدوليه ان هم يساندوا مصر او يشجعوا ان مصر تقدم ملف في استضافه الاولمبيات. عندنا بطولتين كبار هيتنظموا على ارض مصر اليومين اللي جايين، عندنا في بطوله الرمايه وبمشاركه بطوله عالم، وبيشارك 88 دوله، سامعين الرقم 88 دوله بتشارك بطوله العالم للرمايه ان شاء الله في القاهره. اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه اكد مشاركه 88 دوله من دول العالم في بطوله العالم لرمايه المسدس والبندقيه، واللي هتستضيفها مصر باذن الله خلال الايام اللي جايه. البطوله هتتلعب على ميادين مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه في الفتره من 12 ولحد 28 اكتوبر اللي احنا فيه. البطوله هيشارك فيها افضل رماه في العالم، وفي اصرار كبير من اللعيبه المصريه الكبير طبعا منافسه اللعيبه الكبيره على مستوى العالم بعد الشكل طبعا اللي ظهر عليه ميادين مصر في البطوله اللي فاتت. طبعا اكيد ده لوجو البطوله، واكيد احنا هنتابع البطوله دي ونتمنى ليها التوفيق، خاصه انه الاحداث العالميه الكبيره دي بتبقى متابعه بشكل جيد، وبتبقى فرصه للاعبتنا تحتك بشكل جيد استعدادا طبعا لاولمبياد باريس 2024. طيب هنروح لاحد الاخبار الثانيه اللي ليها علاقه باستضافه البطولات الكبيره، وهو الريشه الطائره. الريشه الطائره 30 دوله تشارك في بطوله مصر الدوليه للريشه الطائره، ودي بطوله كبيره بيشارك فيها 30 دوله على مستوى العالم، هي بطوله ترقى انها تبقى بطوله عالم. المسؤولين في اتحاد الريشه الطائره برئاسه كابتن محمد كمال القائم باعمال رئيس الاتحاد اعلن قائمه الدول المشاركه في بطوله مصر الدوليه، واللي هتتلعب على صاله رقم 2 باستاد القاهره في الفتره من 13 ولحد 17 اكتوبر اللي احنا فيه. ال 30 دوله هم مين سريعا؟ الجزائر، فرنسا، تايلاند، الكونغو، السعوديه، انجلترا، المانيا، نيجيريا، باكستان، مالطا، استونيا، كازاخستان، اذربيجان، موريشيوس، بلغاريا، ايطاليا، ماليزيا، المجر، جنوب افريقيا، البحرين، سلوفاكيا، اسكتلندا، اليونان، زامبيا، ميانمار، الهند، الاردن، اوغندا، سويسرا، بالاضافه طبعا الى مصر البلد المستضيف. وكمان مصر هتستضيف خلال البطوله الدوليه دي دوره تدريبيه كبيره لمدربي افريقيا، وده هيعود بقياده كبيره او بفايده كبيره على المدربين الافارقه. الريشه الطائره بدات تاخذ خطوات كبيره ومهمه في الفتره اللي فاتت، ويكفي انها طبعا شاركت في اولمبياد اللي فاتت، وهتشارك طبعا او بتسعى انها تشارك في اولمبياد باريس 2024 طبعا سواء على مستوى الاصحاء او ذوي الهمم، وده طبعا اكيد ما جاش من فراغ، اجد نتيجه تخطيط اتحاد جيد سواء على المستوى الاصحاء او البارالمبي. كل التوفيق للريشه الطائره، وده من الاتحادات الحقيقه اللي شغاله بشكل جيد وبندعمهم احنا في برنامج الابطال بشكل مستمر، ونتمنى لهم كل التوفيق. دي كانت اخبارنا سريعا، وجبنا لحضراتكم كل ما هو مهم على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى سواء جوه النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. نطلع لفاصل عشان نستضيف ضيفتنا النهارده في الفقره الحواريه، زي ما قلنا لحضراتكم عندنا كلام كتير جدا نقوله مع ضيفتنا لمياء مختار، ولكن بعد اهلا بحضراتكم جديد. في البدايه برحب بلمياء او كابتن لمياء مختار من ورانا في الاستوديو، اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك. واول مره تنورينا في قناتنا. والله وانا سعيده جدا ان انا قابلتك والله، وربنا يوفقك بجد، حد جميل جدا وما شاء الله عليك يعني. ربنا يخليك، واحنا سعداء جدا بيكي، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه ونتكلم عن كل حاجه. كابتن لمياء ابتدي معاكي، يعني احنا عارفين مين لمياء مختار، بس في تفاصيل كتير جمهور النادي الاهلي ما يعرفهاش، فممكن تعرفي نفسك للجمهور؟ بس عايز براحتك يعني، خدي وقتك واستفيدي في الشرح. بص انا بنت النادي الاهلي اولا يعني، انا بص انا هتكلم براحتي خالص، انا اعتبر ان انا اكني متربيت تحت الترابيزات في النادي الاهلي من كتر ما احنا كنا اطفال وبنزحف يعني. لعبت ابتديت في الاول خالص انا اتعلم سباحه. والدي، انا عندي اخين حسن مختار ومحمد مختار، احنا الثلاثه، والدي كان هو عارف لما يبقى الاب نفسه يحقق في ولاده اللي ماما ما كانش بيعرف يعمله، هو حبيبي ما كانش بيعرف يعوم الله يرحمه ويحسن اليه، فكان اول حاجه عايز يعملها ان هو يعلمنا نعوم. ف
فانا مش لن انسى كابتن غريب عطيه، هو دلوقتي بطل بيع في الماسترز، هو في السباحه الماسترز، وخدنا احنا الثلاثه كده وبدا يعلمنا السباحه وكده، وبعدين جينا في بعد كده الخطوه الثانيه بتاعتنا احنا الثلاثه برضو ان احنا لعبنا غطس في نادي الاهلي. غطس دي حاجه معلومه اعرفها. ايوه ابتدينا غطس احنا الثلاثه، فدخلنا لعبنا غطس، انا بابايا كان شايف ان غطس دي لعبه سيريس جدة كده وبس، فلعبنا مع كابتن صلاح البهي الله يرحمه وكابتن ممدوح منصور والناس الجميله اللي هي اعلام السباق، وكابتن هيثم الله يرحمه بص يعني. فبدانا نلعب دايفنج، وبعدين جيت انا عارف لما بتبقى قاعد بتلعب وانا بنت، ما انا بصه وتحت كده تحت المنط الاقي البنات بتوع الباليه ومزيكا وضحكوا والله لو انت وانا بقى يقول لي يلا وشدي وهوب ونطي وشاف ايه وسمر زولت ودي وخش في الميه. لا انا عايزه اللعبه الحلوه. ايوه انا ما البنات حلوه ايه، وداخله بلعب بقى هنط نطه جديده، فلو ممكن اخبط في البورد اصلا، فلو طب ما الناس دي حلوه ايه. كنت اروح اقول كل يوم قعد سنه اقول له عايز اعمل اللعبه دي، يقول لي انت فاكره كان عندك كام سنه ساعتها؟ انا بدات بالي وانا عندي 8 سنين على فكره. انا بتكلم ان احنا بدانا من بدري قوي اللعب يعني، فيعني انا اول بطوله نزلتها في الباليه كان عندي 8 سنين. يعني 8 سنين بتلعبي باليه ومريتي على ثلاث العاب قبليها وبلعب ده؟ لا سباحه كانت تعليم بس. ايوه يعني بس في 8 سنين مريتي على ثلاث العاب. احنا بدانا مش كده، بقول لك هو كان عايز يبتدينا من بدري علشان نبقى شطار في السباحه وكده. فالمهم فجينا شويه كده بعدين بدا يقول لي ايه، طب بصي يديني بقى محفز انسان تاني، يقول لي طب اتمرني كويس وهخليكي تنزلي. قلت له طيب. وطب فكنت بالنسبه لي انا ماشيني بالحافز، انا بتاعه حافز، فهو اداني حافز، فبقيت انزل اقطع نفسي في التمرينه الغطس بطلع الاولى وكده وانزل الباليه. اول بطوله باليه دخلتها لاني طلعت الاولى. ما انت حابه اللعبه خلاص بقى. فانا حباها وبعدين لا والغطس ساعدني، خلي بالك يعني انا بالنسبه لي لما اخش على بنات مش عارف ايه كده وانا داخله بقى عامل هوب وشد وبتاع، فكنت متحمسه جدا فطلعت الاولى. ففضلت ماشيه الاثنين جنب بعض، عايزه اقول لك وفي منتخب غطس وباليه. ايوه لحد بجد يعني لحد مثلا يعني انا فضلت منتخب الغطس مثلا لحد كنت دخلت بدري قوي لحد ما 12 13 سنه كنت بلعب الاثنين مع بعض. بعدين جيت في حته بقى قلت له يعني كان خلاص بقى بدات المذاكره تشد وكده، فبدات بنزل بطولات للغطس لحد ما مثلا كنت ثانويه عامه، لكن بلعب بالباليه ومنتخب الباليه بس اروح للنادي في البطولات انزل بطوله الغطس واخد ميداليات وكل البوردات وكل حاجه. وبعدين جينا في الحته كده في النص لقوني سبرنتر كويس قوي في السباحه، فكانوا ياخدوني بتاكس. كانت البطولات كلها والله كانت تبقى البطولات كلها شغاله، رجعنا سباحه تاني. والله كابتن ياسر رسمي بقى الله يمسيه الخير كان الاداري والله العظيم كان ياخدني كابتن سيد وكابتن محرم كانوا يخلوه ياجروه تاكسي لوحده طول اليوم يلف بقى بطوله الدايفنج الساعه 1 السباحه الساعه 2 الصبح تصفيه السباحه بعد الظهر نهائي السباحه. فكان كنت انزل واعمل سبرنتات وانزل تتابعات وكله، والباليه شغال معايا برضو. بص ده خلاص ده انا بالنسبه لي عشق لان انا كملت حتى فيه تدريب بعد كده. كملت من عارف. بعدين جينا في وقت كده قال لك ايه طب نعمل فرقه ووتر بولو كره ميه. ايوه ده ما فيش، ده احنا العاب الماء كلها لعبناها. كاس احسن لعيبه ووتر بولو في مصر ما شاء الله. ايوه كنت سنتر فيرود بقى وكان الناس بقى كنت بلبس نمرة 10 ده عشان بيبو كابتن خطيب. ايوه بيبو انا العب العب ووتر بولو والبس 10 الناس بيبو واو. فمره بيبو ماشي من تحت لا الناس بتقول بيبو فوق، فطلع في سين فلقيتهم فجاه وانا في الميه قلبوها مارادونا، كان مارادونا في عزه على فكره ساعتها يعني ساعتها في اخر الثمانينات كده يعني كانوا مسمينك في ووتر بولو مارادونا. الاول كانوا مسميني بيبو وبعدين لما قالوا لي احنا بصراحه استذواقنا ما ينفعش يبقى في اتنين بيبو بقوا مسميني مارادونا. فبس قعدت كملت كله مع بعضه لحد ما خلصت بقى خلاص فضلت في منتخب باليه بطوله عالم مش عارف ايه كده. لما بطلت بقى انا طبعا نفسيا رحت امرن باليه. يعني سني كان بطلت؟ لا انا بطلت بدري. يعني عشان بدات بدري وبطلت بدري يعني بدات لعب بدري يعني ده يعتبر بدري يعني 19 يعني بطلت بعد ثانويه عامه على طول. بس يعني بص في الوقت ده بالكالتشر بالثقافه بتاعتنا ده كان اوكي. دلوقتي ده كان بدري. بدري فاهم قصدي؟ وقتها ما كانش متاخر. وقتها ما كانش متاخر. انما دلوقتي ممكن بنقعد لوقت طبعا وده على فكره في كل الالعاب كده بس مش ووتر بول. ايوه دلوقتي لا هو الفكره كمان الكالتشر بتاعت المايوهات ومش عارف ايه والحاجات دي. انا بقول لك يعني دلوقتي لا في بنات انا عايز اقول لك ان في بنات راحت اتجوزت وخلفت ورجعت تكمل تاني وراحت اولمبيكس يعني. الفكره اتغير خالص. فاحنا فضلنا كده شويه فبس اول ما بطلت قمت مرن على طول. فقعدت مرنت شويه في نادي في الاهلي وبعد كده مائي. ما اخترتيش بقى من كل الهيصه بقى اللي فاتت دي كلها ولا حاجه غير الباليه. باليه مائي هو خلاص. بص انا قعدت قد ايه اتمرني؟
لا انا لحد انا لسه مش عايزه اقول لك بس عشان ما تتخضش بس لا قعدت مرن لحد من ما انا بطلت 2017 يعني قريب جدا ايوه يعني عمرك يعني العمر الاكتر كله قضيته على البيسين وحابه الموضوع وحابه الدنيا. لا بص انا كنت بقعد من 10 الصبح ل 10 بالليل اللي هو بقى ايه انا عايزه الف وعايزه اجيب المزيكا وعايزه اجرب في الميه لان انت التاليف بالنسبه لك ما هو انت ممكن يبقى عندك حاجات حلوه جدا جدا بس مش جدا بس البلد مش قادره تعملها او مش قادره المدرب الشاطر اللي طلع صح. احسن ما في اللعيب في الميه صح. فانت عشان تطلع احسن ما في اللعيب في الميه انت محتاج وقت ومحتاج اللعيب يبقى ايموشنال باشنت معاك يعني صح. يبقى متحمس معاك وعايز يشتغل وعنده رغبه عنده شغف انت بتطلع له المزيكا اللي تحمسه وتطلع له التاليف. طب ليه في الفتره دي في فتره من الفترات اتوقف الوتر الباليه المائي في النادي الاهلي هل في فتره حصلت واكيد انت كنت موجود حضرتك بص احنا السبب احنا بص بعد احنا كان في اسمه الجيل الذهبي بتاع الباليه كان داليا مقبل قعدت 8 سنين وعايزه افكر داليا مقبل دي مرات اخويا بالمناسبه يعني والله بص كنا منا فينا كل حاجه كانت بطله مصر واول سوليست في مصر في الاولمبياد في لوس انجلوس وكان في سحر فاروق يوسف طبعا يعني بص كنا ابطال هنا عماره منال حسن امل الفار وانا احنا كنا سته ولسه برضو انتوا على اتصال دلوقتي طبعا بص احنا هو انا اصغرهم وكان اكبرنا امل الفار بس هو الجيل ده كان الجيل الذهبي وعايزه اقول لك ان احنا كنا وصلنا مرحله كنا ساعات لو ما عندناش مدرب كنا بنمرن بعض وننزل ونكسب عندك خبرات طب ليه وقف بقى الباليه ليه فتره من الفترات الباليه وقف يعني ما بص انا مش عارفه ايه اللي حصل في النادي الحقيقه في الوقت ده في الفتره دي انه فجاه بقى المدربين صغننين قوي الناس ما كانتش متحمسه قوي واحنا كان عارف اللي هو انا كنت ساعتها في المنتخب وركزت في المنتخب وركزت في المنتخب شويتين ففجاه لقينا ان جيلنا ما بقاش مفيش زينا يعني لحد النهارده ما جاش زي الفرقه دي بس الحقيقه عشان ابقى صريحه معاك برضو جه من فتره كان في من 5 6 سنين حصلت طفره برضو ايام الله يرحمه كابتن طارق صغير لما كان ماسك الباليه وقعد واشتغل وجاب مدربين نفس الوقت مع الووتر بولو الاثنين بدا النهضه فيهم تعملهم طفره الحقيقه وكان كابتن وائل عزت برضو لما مسك الجهاز وكده هما الحقيقه اشتغلوا عليه الاثنين في اللعبتين اللي كنا احنا وقعنا وبدات النهضه فعلا من 4 5 سنين حقيقي والدايفنج كمان طارق جمعه وكل الناس دي بداوا يحصلوا طفره السنه اللي فاتت الحمد لله حصلت لنا قفزه ثانيه يعني احنا مثلا اول مره من ساعه ما احنا بطلنا من الثمانينات ناخد ثاني تقريبا خدنا ثاني فعمومي كام ثاني فعمومي انا فاكر انا عملت حلقه عن ده اول مره فالبنات اوريدي انا عايز اقول لك ان انا فاكر الحلقه دي هم قالوا لي احنا جينا في نو تايم يعني احنا ما كناش متوقعين اصلا ناخد ثاني بص انا كنت عارفه ان هاخد انا لما جيت اشتغلت مع الناس قلت لهم بصوا انتوا هتاخدوا ميداليه وانت لازم ما هو بص اللعيب حسيتي ما انا قلت انا ما انا انا في شايفه خبرات كبيرة. انا انا شايفه هو يا جماعه انتوا امكانياتكم احسن امكانيات في مصر وعملنا لهم وعزيزه الحقيقه مدربه محمود يعني بصراحه البنت كانت يعني بقلبها جدا وقعدت تشتغل هم عارف لما يبقى واحد مستني بس يبقى عارف ان هو ماشي صح عشان يعمل مجهود طب الجيل الجيل ده لسه ايوه لسه موجود طيب. وبالعكس احنا دلوقتي انت عارف لما بتخش بيبقى عندك وقت قليل فانت بتبتدي تشوف ايه الاقرب عشان تعمله طفره صح. فكانوا الكبار عشان لسه الاماتيور ولسه مناضجين كفايه فاشتغلت عليهم اسرع شويه وعملوا حاجه وعايز اقول لك مش دول بس حتى الصغيرين كمان يعني 12 سنه لا عمل كل النتائج اتحسنت جدا الجيل ده انا فاكر الفرقه جت كانت فيها مجموعه من الاعمار المختلفه يعني انا لقيت في كبار استغربت وفي صغيرين قوي اقول لك حاجه الكبار رجعوا عاموا تاني في كبار كانوا قعدوا في البيت بطلوا سمعت رجعوا لعبوا تاني سمعت. فده هي دي السبيريت هو ده اللي انا بتكلم عليه هي دي ده اللي بقول لك انا كنت بعمله لما بقعد امرن انت لما بتخلي اللاعب عنده سبيريت وحابب الحاجه اللي بيعملها البنات بقت تيجي تبص او بتسمع بتبقى عايز تنزل تعوم تاني وده اللي حصل في بنات كانت قعدت في البيت رجعت عامت ونزلوا خدوا الميداليه اللي بقى لنا كتير ما كناش عارفين ناخدها طيب يعني يعني ايه تاريخ كبير والحقيقه انت يعني ما شاء الله عديتي على كل العاب الماء مفيش حاجه انا كنت متخيل أنا يعني كلور جزء من حياتي. ما شاء الله عديتي طيب ايه اللي خلاكي تبطلي التدريب يعني ايه اللي خلاكي تقولي لا انا كده كفايه مش هبطل شغلي بص شغلي. انا بص برضو الحاجه الثانيه احنا الحمد لله يعني والدي برضو استثمر فينا في التعليم كويس قوي صراحه وما كانش عندنا يعني عمر ما كان بالنسبه لنا الرياضه سبب ان احنا ما نبقاش في التعليم ماشيين وماشيين كويس قوي كمان فهو الحقيقه سواء جامعات انا واخواتي الحمد لله او في اي حاجه احنا عملنا مجهود وبجد تعبنا جدا في الموضوع ده فهو كان بس نفسه ان احنا ودي حاجه انا كان بيشجعني عليها جدا انا مش الاثنين مع بعض فطول عمري كان عندي شغلي
يعني شغلتي وظيفتي ماشيه جنب ده، سواء في شركات العالميه ده مش عايز اقول اسامي مالتي ناشونالز، او لما انضميت ان انا اشتغل في الحكومه في الاستثمار في وزاره الاستثمار وكده. بس خلينا نعرف الساده المشاهدين، انت مساعد وزير يعني بص لحد ما الوزاره بس دلوقتي بقت هيئه عشان احنا بقينا تابعين لمجلس الوزراء، فبقيت مستشار رئيس الهيئه. مستشار رئيس بس كنت مساعد الوزير لحد ما كان في وزاره لحد من سنتين ثلاثه. يعني ما شاء الله، يعني انا كنت دخلت بيا بس في البعد الثاني اللي انا كنت عايز. أيوة يعني انا بقى النهارده انا مقسم يعني الحلقه معاكي لثلاث ابعاد. البعد الاول هو الرياضي. أيوة. اللي الناس كلها تعرفه جمهور النادي الاهلي وعايزين نعرف اكتر. البعد الثاني هي المهنيه. البعد الثالث وهو تداخلك مع رموز النادي الاهلي وذكرياتك معاهم. يعني انا انت دخلتيني في البعد الثاني، خلاص احنا دخلنا فيه بقى اللي هو النجاح المهني. انت خريجه ايه؟ اعلام. اعلام، حلو جدا. وانت قاعده في قناه النادي الاهلي. أيوة. طيب و يعني اهتميتي بشغلك وبدات فيه وما يعني في اغلب الرياضيين يقول لك لا يا عم انا في الرياضه تمام والدنيا حلوه وانا في النادي الاهلي واخد مكاني. طب ليه حرصك الشديد ان انت تبقي ناجحه في المجال المهني؟ ما بابايا، بص انا بابايا يعني انا بابايا الله يرحمه تاني هو بص دي حته انا استثمرت فيها ما حبيتش ارميها، فانا قرار كان قراري ان انا افضل، وهو كان دايما يحمسني جدا ان انا اكمل في الاثنين. طب خلينا نعرف عن والدك، والدي كان شغال ايه؟ يعني بابايا كان محامي. هو كان مستشار قانوني اصلا، فهو عارف ان الناس القانونيين دي بيبقى عنده الفكر المرتب. لوائح وقوانين وشغل بقى واحد اثنين ثلاثه ردود، وحتى احنا يعني احنا طلعنا له اللوجيكال ثينكينج كده اللي انت بتبقى ماشي بيه. وطبعا جانب طبعا القيم بجد والاخلاقيات والدين. ومامتي كانت في الحته بتاعه الدين، وتمسكنا تشبسنا بالدين، ولما اقولها ادعي لي تقولي طب انا هعمل ده، بس انت كمان لازم يبقى عندك الكونتاكت الدايركت. فكل واحد فيهم كان ليه دور، يعني ربنا يجازيهم عنا بصراحه غير جزاء. فهم خلوا الحته دي، هو الحته دي هو خلاك تتمسكي بالدراسه والمهنيه، وفي نفس الوقت انا كنت شاطره في شغلي. فبرضه انت بتستحرم لما تبقى ناجح هنا برضه في حاجه ثانيه، ما انت بتستحرم تسيبها. فانت هتقرر يا اما انت هتيجي على نفسك شويه عشان ما تسيبش حاجه انت ناجح فيها. فهو ده الفكره. يعني انا كنت ممكن لو انا ما كنتش كويسه في الرياضه كنت اسيبها. لو انا مش كويسه في شغلي كنت ممكن اسيب، بس لما لقيت كده فجيت على نفسي. لا وتمسكت بالاثنين وجيت على حياتي الشخصيه وبقيت بعمل الاثنين. بقيت بصحى الساعه 5 الصبح اروح التمرين، اخلص اروح شغلي، ممكن مثلا لو وقت بطولات اسيب الشغل وارجع تاني. فبقيت ماشيه الاثنين، اجي مسافره احط حد مكاني. ده خلاني اتعلم يعني ايه اعمل مانجمنت صح، اعمل مانجمنت للناس اللي بتشتغل معايا سواء في شغلي او في تدريبي. فده طورني بقى جدا كشخص حتى، يعني خلى الواحد بقى عنده دايما عزيمه وبقى دايما عنده بص يعني انا بستمتع بالنجاح الحقيقه. بصي كلمة حلوة، يعني أنا برضو عايز أقف عليها شوية. بستمتع بالنجاح، اللي على فكرة دي بتبقى رغبة اللي عايز ينجح. بس خلينا نتكلم باستفاضة أكتر. أطلع لفاصل أعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع لمياء مختار. وخلينا أقول لكم إن عندنا كلام كتير، ما تروحوش بعيد بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن لمياء مختار. نرجع للبعد الثاني وهو الناحية المهنية. يمكن أنت بحكم وجودك في يعني هيئه دلوقتي كانت وزاره قبل كده وليها تعاون دولي كبير جدا، اكيد استفدتي من الرياضه بحكم سفرياتك وان انت رحت مثلت مصر مرتين في الاولمبياد كمدربه. صح ولا غلطان؟ في سيدني وفي لندن. صح. فاكيد مع احتكاك الدولي في الرياضه اكيد ده انعكس في شغلك والحته اللي انت ماسكاها او الحته بتاعتك مع التعاون الدولي للاستثمار. كلمينا عن اللينك ده، حصل ازاي؟ بص اولا الاثنين اثروا على بعض بطريقه فيري ايجابيه جدا. شخصيتي اللي اتكونت في الرياضه خلت انا اعتقد انها فرقت جدا معايا في البرفورمانس بتاعي وفي ادائي في العمل. طب عايزين ديتيلز اكتر. يعني مثلا ايه اللي اثر في شخصيتك؟ يعني هل الايجابيه؟ يعني اولا ان انا الحاجه هتتعمل يعني هتتعمل. انا بنزق وبعدين ما عنديش حد بيدور ورايا، يعني انا لو اتخذت الاساينمنت او خدت الحاجه تتعمل انا خلاص بجري ورا نفسي، ما حدش بيجري ورايا. قعدتي مثلا في تمارين طول النهار من الصبح لبالليل خليتني ممكن اعمل ده في الشغل. مش كل الناس عندها القدره انها تقعد من الصبح لبالليل وساعات تمشي ساعتين بالليل من المكتب وترجع تاني. فالرياضه خلت الحته دي تبقى عامله كده، خلت عندك جرأه انك تقول رايك بطريقه محترمه. طبعا لو انت عندك وجهات نظر مختلفه
مختلفه، مش كل الناس بيبقى عندها الجراه انها تعمل ده. صحيح. لانك رياضه كونت شخصيتي خايف تقولها. صحيح. ودي كانت جزء على فكره بجد بيحترم جدا من الرؤساء دايما، ان انت الناس بتبقى حابه اللي عنده وجهه نظر وطالما في يقولها طبعاً. وبيقولها طبعاً. وقد تكون ساعات انت شايفها من منظور مختلف. فهي دي اثرت، وطبعا الناحيه الثانيه اثرت على الرياضه، لان انا كنت بشتغل بقى بشوف المانجمنت قدامي، الرؤساء لما بييجوا يشتغلوا مع الموظفين والخريطه الموظفين كده. فلما باجي بقى ادير بعد كده عندي جهاز من وانا عندي من بنات من عندها 8 سنين للعمومي. طب انت حضرت، انت حضرت اجتماعات لليو ان يونايتد نيشن. أيوة. حضرت اجتماعات للبنك الدولي، وحضرت اجتماعات مثلت فيها مصر، وكنت من الوفود المصريه. طيب يعني نظره العالم لمصر ايه؟ ما انت برضو انت شفتيها في نظره رياضيه، ونظرة ايضا في تمثيل مصر في الاتجاه الحكومي وكلام. شفتي دول ازاي؟ شفتي نظرة العالم لمصر ازاي؟ زي الفل. بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا بجد بجد ومش بقول كده، احنا في يعني مش مضطرين، مش مضطر اقول ده يعني. بس حقيقي لا، احنا الناس بتبص لنا بنظره احترام كويسه جدا. الناس شايفه ان احنا اولا حته تمثيل بلدك دي اساسا في حد ذاتها حاجه فخر، مش بعده فخر. سبتيها في الرياضه في مثلا في المنتدى الاقتصادي العالمي، في اليونايتد نيشن لما الرئيس كان بيعمل بالذات بعد الثوره بتاعه 30 يونيو، لما كان السيد الرئيس فخامته كان بيعمل الخطبه بتاعتنا في اليو ان، ان انت تبقى هناك وتشوف رد الفعل بتاع الناس وقد ايه الناس بدات تشوف البلد دي اندر تراك، والناس ماشيه، وان انت بادئ صح وبتبني، وبعدين تيجي تشوف السنه اللي بعديها ان الناس بعد ما كانت قلقانه انها تيجي تستثمر. خلي بالك ان المجال بتاعي استثمار. بالظبط. فانت بالنسبه لك بتحس نظره الثقه للناس، بتبقى قاعدين في اجتماعات وتشوف الناس بتكلم الوزراء بتوعنا ازاي، وبتشوف الناس بتتكلم مع المسؤولين اللي عندنا ازاي، وان الناس بتيجي زيارات. يعني انا فاكره ان رئيس البنك الدولي الجديد اللي هو اول ما تعين ما كملش شهر ولا حاجه، كانت اول زياره ليه في المنطقه كانت للدوله هنا. جه سيادته قبله وسياده الرئيس قبله. فاكره ده سنه كام مثلا؟ فاكره كان سنه كام؟ اول كان يعني كان مثلا اعتقد من 2019 اسمه ديفيد مالباس. فما انا بشوف الحاجات دي بتعرف على طول انت كموظف حتى او ك. طب انت شايفه، لان هو في اوقات كتيره جدا، خلينا اتكلم معاكي بكل صراحه، اوقات الناس بتشوف الرياضي ان ده راجل يعني، او الرياضي او الرياضيه، لا ده يا عم بيضيع وقته، ده راجل يعني فاضي، لا دي مش في دماغها حاجه. شايفه الرياضي اللي بيبقى متمسك بحياته المهنيه شايفاه بيكون ناجح لو تمسك بالناحيه طبعا المنية. طبعا انا بص والله، طب وانا كنت ليه عليا لو انا مش شايفه ان هي مستاهله؟ خلي بالك انت برضه ما انت بتيجي في وقت من الاوقات بتيجي على، بقول لك تاني، على حياه شخصيه، بتيجي على صحه سام تايمز، بتيجي على تعبان، على حياتك الاجتماعيه، على علاقات. فلا هي بجد تستاهل. انت مفيش احلى من ان انت في الاخر تبقى ناجح في الحياتين، والاثنين بيساعدوا بعض. وبعدين انت في الاخر زي ما بيقول لك هي ويل بوزيشن، بتحط نفسك في حته حتى نفسيا ليك انت، بتدي لك قيمه والناس بتبص لك بصه ثانيه خالص. فلا يعني بص، لا بصراحه يعني انت شايفه ان ده غلط، ان وجهه النظر ان الناس طبعاً تبص للرياضي ان هو يعني، خلينا نتكلم بكل صراحه، ما احنا في قناه رياضيه، يقول لك لا ده بتاع لعب بس يا عم، خليه في اللعب. لما يجي يطلع في حته مهنيه ويظهر يقول لك لا ده مش، ما ينفعش ده، هو طول عمره مش عارف. في امثله كتير ناس رياضيين يعني، مش قادره تحضرني بس يعني، لا في امثله كتير. فندم رئيس الوزراء الحالي طبعا هاندبول بس، ما هو مش وكتير تانيين. يعني قصدي اقول لك وزير الشباب والرياضه رياضي. أيوة. يعني قصدي اقول لك انه الرياضيين يعني بيبقى عندهم الليدرشيب، عندهم التعاون. ودكتور شريف فاروق هو رئيس هيئه البريد اللي دلوقتي مكسره الدنيا بتاع لاعب هاندبول. فلا يعني لا بجد يعني الواحد، مش كده بقول لك انا مش عايز انسى حد، بس فعلا رياضيين كتير يعني رياضيين كتير ونجحوا وكبروا. بالعكس يعني الرياضه بص عمرها ما كانت بتبقى، مش لازم تبقى بطل يعني، مش لازم تكون بطل. بطل ده يبقى شيء قدري بحت. انت بتلعب رياضه قد تكون بطل وقد لا تكون، ولكن على الاقل في مينيمم يعني جين بتاخده من اللعب بالرياضه بينعكس على شخصيتك طبعا مباشرة. طبعا التزامك وحماسك والتيم سبيريت اللي انت بتتعلمها من الناس، بتعرف تشتغل تيم. انا في وكلنا عارفين ان احنا في ناس عشان ما تربيتش التربيه الرياضيه دي ما بيعرفش يشتغل تيم وورك. صح. ما بيبقاش شايف غير نفسه او مش شايف غير انجازه هو، لكن لو الرياضي موجود تبص تلاقيه لا، او يحب يشتغل مع ده ويشتغل معاه ويظهر ده ويظهر ده ويظهر ده، وصدقني ما بيبقاش عنده المشاكل خالص بتاعه انه انا وبتاعتي وكده. فطبعا بتفرق جدا يعني. صحيح. ولما بلاقي قابل حد من الرياضي
فاضيين في الوزارات الثانيه ولا بتاع اللي عارف اللغه المشتركه بيننا بتبقى حلوه جدا. الذكريات لا والتعاون بقى سهل وسريع وتلاقينا على طول نأتراكت مغناطيس بعض على طول عشان احنا نعرف نشتغل مع بعض. الاستاذ رياضي حضرتك الاستاذه الرياضيه اتفضلي حضرتك خاطر الدواء كان ناحيتي دي بقى استنانا هنا عشان بتجيب عندنا انجاز انا نفس الكلام على فكره فعلا يعني انا بخش اي مجتمع او اي حاجه بحس بالرياضي على طول. ايوه طبعا بيبان من مشيته بيبان من طريقه كلامه من ثقته في نفسه كل حاجه. لا انا 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 ادي للرياضه كريدتس كتيره جدا الحقيقه في تكوين الشخصيه وادي العملي وتمسكي بيه جزء كبير جدا من تحقيق الذات اللي الرياضه في الاول كانت ليا ستاب عليه وخلت يعني انا يعني انا عايز اقول لك ان انا كنت في الهيئه لما ايام في وقت من الاوقات لما كنت ببقى راجعه من الاولمبياد او راجعه من بطوله عالم او راجعه من بحر متوسط واخده ميداليه كان ممكن جدا اوصل ان رئيس الهيئه في مجلس الاداره بيشيد بيا بجايب كاس الديهوني برضه الناس لما بتبقى متفتحه كده. عارف حضرتك يعني الواحد ساعات يعني ده كويس انه كان بيحصل معاكي بس مش كل الرياضيين بيحصل معاهم كده للاسف يعني برضه عندنا الفكر في مصر انا بتكلم بكل حياديه يعني احنا عندنا لسه شايفين الرياضي ان هو مش استثمار مش شايفينه ان انت الراجل هيبقى في يوم من الايام او لاعبه ففي تلاقي اوقات ناس بيحطوا المعوقات في طريق الرياضي عشان قال ايه ان هو بيلعب وبيشارك وفاضي لا بالعكس انت تساعده ده حد عايز يعني يا ريت الناس كلها تفكر كده وعندنا انت اكبر مثال بصراحة. انت دلوقتي يعني في ناس وقفوا جنبك في حياتك كتير جدا في دلوقتي انت بترد الجميل للبلد جدا وبساعد اي حد بيبقى فعلا يعني انا عايز اقول لك على حاجه والله يعني انا فعلا يعني عايز اقول لك ان انا انا طبعا مسؤوله وعن الرياضه في النادي وكده بس انا لما اي واحده مدربه بترفع سماعات فون عليا من كل الانديه وده بيحصل من جميع انت متخيل يعني ايه لما انت تبقى في نادي مسؤوله عن الرياضه دي في النادي ومنافسك في النادي التاني تلاقي المدرب فيه بيكلمك واثق فيك وبيقول لك الكيس عنده رأيك. عشان تساعده وواثق ان انت هتبقى اونست معاه وانك هتساعده وده مش بيحصل من نادي واحد بس بيحصل من نادي واثنين وثلاثه وهم عارفين ان انا في النادي الاهلي ولا يخفى عنهم ده ورغم كده واثق في اخلاقك واثق في في ان انت هتدي له الامانه النصيحه الامينه واثق ان انت هتساعده هنسبورت لا دي كل ده التشكيله دي كلها جت بقول لك من الميكس اللي اتعمل ده الحقيقه. خليني اروح معاكي لان الوقت يعني بيجري معانا ما شاء الله يعني يعني ان شاء الله تبقى استفاده لكل الناس حتى اللي بتتفرج علينا. خلينا نروح للبعد التالي وهو علاقتك مع الرموز الاهلاويه. طبعا انت مر عليك ادارات متعاقبه وكباتن كبار وحمام السباحه في النادي الاهلي ليه وضع تاني خالص ودنيا تاني يعني القعده حمام السباحه عظماء النادي راحوا قعدوا على حمام السباحه وكان قعدتهم على حمام السباحه. يعني كلمينا عن الرموز ومين اللي قربت منه وليكي ذكريات مع مين كلمينا عن البعد التالي ده. بص هو انا يعني انا طبعا يعني من مع حفظ الالقاب وكل حاجه انا في اثنين عشان بس طبعا بما ان احنا بنتكلم على ميه بالنسبه لنا كانوا مؤثرين جدا في حياتنا طبعا كابتن محرم الراغب ربنا يديه الصحه طبعا وميحه كنا صغننين وبيدلعوه ايوه عشان هو كنا احنا البنات الصغننين بتوع الباليه اللي هي لعبه دي تلعب بص مش عارف بس هو حقيقي يعني كابتن محرم بجد لا ده بيدل قد ايه هو كان قريب منكم بالنسبه لنا وكان حاجه وكابتن سيد صادق يعني لسه سيد صادق الله يرحمه يعني احنا لسه اول امبارح كان عيد ميلاد حد من الجروب بتاع العاب الميه فواحده بتقول كان الله يرحمك دكتور الله يرحمك يا سيد كنا مسمينه جيجي الله يرحمك يا سيد ما كانش يعدي عيد ميلاد الا ما يعمل لنا تورتايه خدنا عند التنس ورا جيب لنا نيفه ما شفتش حد ما بيحبوش وجيب لنا اكل و بقول لك ايه كابتن سيد يعني 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 انا طبعا ده في ميزان حسناته كابتن سيد كان بياكل ناس وبيصرف على ناس وبيدلع ناس بص كان بيعمل كل حاجه كل حاجه وربنا بقول لك يجعله في ميزان حسناته لانه دول من الاثنين يعني مش هتلاقي حد اختلف عليهم في العاب الميه ومش هتلاقي حد ما تاثرش بيهم ومش هتلاقي حد يعني يعني انا طبعا دول انت فاكره كابتن صالح سليم مثلا؟ طبعا انا فاكره كابتن صالح بالنسبه لي اقعد اتفرج وانبهر وانهار واتفرج وكده ونسلم بس خلاص لكن ما احنا اتربينا كده فاحنا عندنا مشكله احنا احنا دلوقتي صحيح. انت اللي بقى عندك مشكله ان انت عامل كده دي بقت سام تايمز بتبقى بس بتبقى صح ما مش هتتغير هي مش هتتغير خلاص انت بقى في الدي ان ايه فاكره كابتن حسين حمدي طبعا
ما انا لسه هقول لك. انا ده اتكلمت على طبعا كابتن حسن طبعاً. وكابتن صالح وطبعا يعني الايقونه الكابتن الخطيب ومرتجي اخويا والوزير العمري وغزاي وصاحبي يعني مش عايزه اقول لك لا عشان ما ننساش حد بس الفكره حفظ الالقاب بس طول عمر وكفراوي ما ننساش كفراوي يعني وعايزه اقول لك على حاجه اللي بيخرج او اللي بيدخل هي واحد يعني انت الحقيقه يعني النادي الوحيد اللي ما بتحسش ان اللي بيخرج عن الصف او اللي بيدخل بيفرق. بص قول زي ما تقول قد يكون فيها اكسبشن بس بنسبه 1% لا يقارن باللي بيحصل في الانديه الثانيه. احنا كله في الصف مش عشان خايفين على الكيان الكبير اللي بره زي اللي جوه وده كده بره النهارده بكره يبقى جوه واللي ما قدرش النهارده بكره واللي مش هيخدم جوه يخدم من اي حته ثانيه ومحدش بيتاخر لما بيطلب في اي حاجه يعني. طب خليني عايز اتكلم عن اهم محطات في حياتك بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن لمياء مختار ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نكمل حوارنا مع كابتن لمياء مختار وخلينا نتكلم عن محطات حياتك. يعني كل واحد بيبقى ليه يعني نقط مش هينساها مهما طال بيه العمر. خلينا ناخد يعني دايركشن ناخد مثلا الناحيه الرياضيه. ايه المحطات في حياتك اللي انت عمرك ما هتنسيها؟ طبعا اول محطه بالنسبه لي اما رحت اولمبياد سيدني. وطبعا دي كانت مسمينها طبعا وانت لاعب بقى وبتكسب وكده ده عادي بالزبط. بس انت لما رحت الاولمبياد سيدني وبصيت على الدنيا رجعت قلت لا احنا بدات يبقى عندي حماسه وده اللي رجعني خلاني اقعد على الحمام بال 10 15 ساعه. الدنيا واسعه. لا وبعدين اسمها دي كانت الميلينيوم اللي هي بتاعه سنه 2000 فهي دي كانت يعني حاجه اصلا رحت دي ورحت بتاعه 2012 بتاعه لندن اللي هي برضو واحده من اللي كانت فاقصد اقول دول كانوا تو ستيشنز بالنسبه لي في الرياضه تقال جدا. انا على فكره كنت من الناس اللي اهلت الفرقه في بكين 2008 بس كان الظروف خاصه شخصيه يعني ما كنتش قدرت اكمل ان انا اروح السنه اللي بعدها بس انا اكشلي كنت مأهله الفرقه في بطوله العالم. كنت روحي كمان اليابان قبلها بس ما رحتيش مع الفرقه يعني كان ظروف عندي كده حصلت في البيت ووالده وكده فكنت لازم ابقى قاعده موجوده في البيت يعني. فدول كانوا تو ستيشنز بالنسبه لي في الرياضه. والستيشن الثالثه ان انا احنا في حته برضو حته النقله ان انا ابطل الرياضه التمرين واروح على واركز في الشغل لان انا جيت في الفقره بتاعه ال 2017 لقيت دي كانت من اول المرات اللي انا الاقي ان الحمل في الحاجتين هيوقع الاثنين. برافو عليك. لازم الواحد يبقى عارف بقى ساعتها ان هي دي مفترق طرق بالنسبه لك انت عايز تكمل فين. فانت خلينا نتفق ان انت بقى عوامل السن وعوامل حاجات كتير جدا لا وانت كمان يعني ان انت يو اتشيفد حاجات كتير قوي فانت بالنسبه لك انت هنا مستكفي وتمام فاهم قصدي ايه. فانت كان لازم في مفترق طرق هنا هتكمل هنا وهتكمل هنا. فانا الحته دي لا كملت هنا والحمد لله ربنا بص ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. انا في ما كملتش سنه وكنت واخده مساعد وزير وسبحان الله يعني كنت ممكن تبقى من بدري اكتر من كده لو انا كنت ركزت بس هو في الاخر ربنا بيدي كل واحد نصيبه بس هي انت خدت القرار مش متاخر ومش بدري هو في التوقيت المناسب هي دي انت التايمنج بتاع قرارك ده درس الحياه فهتاخده امتى وهتاخده ازاي ودي الحاجات اللي بيتعلمها الرياضي انه ياخد قرار طيب. انت مثلا هقولها بلغه الكوره انت بتجي لك الكوره هتاخد قرار تحطها في الزاويه دي ولا في الزاويه دي زميلك. ولا هتباصي ولا هتشوط ولا هترفع بالزبط. فده قرار بالزبط. كل الرياضه طول ما انت بتلعب المباراه وبتتمرن انت عمال تاخد في قرارات قرارات فالقرارات دي بتنعكس على شخصيتك وتبقى صاحب قرار صحيح. طيب دي بالنسبه للمحطات الرياضيه هنقول مثلا بالنسبه للمحطات مثلا يعني المهنيه نقول مثلا انا في حياتي انا كنت مثلا شغاله على مستوى شركات معينه بدون ذكر اسماء يعني وبعد كده جيت قلت لا انا عايز اشتغل دي بقى ده القرار ده كان القرار الاولاني نقله الحكومه ان انا اروح للحكومه. جينا في وقت من الاوقات لما اتنقلت الحكومه كانت الحكومه بدات تبقى عايزه تجذب القطاع الخاص كفاءات من القطاع الخاص وشباب من القطاع الخاص عشان تغذي بيه الاورده المختلفه في الحكومه. فدي بالنسبه لي برضو انا عايزه اقول لك لما دخلت
فكان دايما يقول لك ايه دايما انا فاكره كان يقول لي this is just a stop not a destination، يعني دي وقفه انت هترجعي تاني مش انك هتكملي في الحكومه. انا كملت في الحكومه لانه مذاقها تاني خالص، بالذات لما يبقى تاني لما يبقى عندك اكسس او لما يبقى عندك تعامل دولي او مع بتمثل بلدك بتروج لبلدك بتعايز، يعني اصل هي بطريقه او باخرى هي اكنك بالظبط بتنافس في الرياضه بره، انت بتنافس في الاستثمار، انت طبعاً عايز تشد بتاع الاستثمار عشان زميلك في البلد الثانيه هيجيبه، عايز تجيب بتاع السياحه هنا، هي كده اكنك بتنافسه بس في حته ثانيه، كومبيتيشن بس في ارقام ثانيه بس كده وبطريقه ثانيه. فهي بالعكس انا بالنسبه لي، وبعدين كنت دايما حاسه ان انت ما بتضيعش مجهودك في اي حاجه لك، حتى لو حاجه قد كده. على فكره انا اقل من ان انا اقول اتكلم ان انا بعمل حاجه للبلد، لكن انت ترس في مكنه كل واحد بيعد. انا لما بيجي واحد لما بتكلم مع حد ده واعمل امبريشن صح، انا ببني في حته صغيره في الاخر بتعمل، يعني انت مستمتعه بس بتعمل بالعمل الحكومي دلوقتي. ايوه، فعشان كده بقول لك بالرغم ان انت رحت شركات مالتي ناشونال كتيره جدا وانترناشونال، يعني لا شركات كتيره جدا، والكالتشر والديفرنس والنسكافيه والقهوه والمج والكوفي بس حلوة. انت مستمتعه العمل الحكومي؟ كنت واخدك تشالنج بالظبط. بص لا يعني ما رجعتش، رغم ان انا كان عندي فرص كتير جدا ارجع للقطاع الخاص. وعايز اقول لك على حاجه، والحقيقه ما فيش حد بيكره انه يبقى عنده دخل احسن طبعاً. لكن الراحه النفسيه والحماسه دي ما بتتشريش. طب شايفه المناخ ازاي؟ يعني انت برضو شايفه انه يعني الاستقرار اللي في البلد الـ يمكن الطفره في البنيه التحتيه الانفراستراكشر، وده المهم جدا، ده اللي بيتبني عليه سنين طبعاً. طويله، شايفه ده ساعدك في مجالك، يعني ساعدك في مجال الاستثمار والتعاون الدولي؟ ايوه طبعا. ما هو انت لما بتيجي تقول للواحد، تيجي واحد ملف تقول له تعالى استثمر، ما انت لما تيجي تقول له ان انت النهارده بدل ما كنت بتروح توصل للميناء دي في 10 ساعات بتوصلها في ساعتين عشان تعرف تصدر حاجتك، لما تيجي تقول له ما هو الكلام ده كله، هو انا اقول لك على حاجه، عندك طاقه زي ما انت اقول لك على وجهه نظر طبعاً. انعكست على هتنعكس على نفسيه المواطن نفسه. انت لما توصل للمشوار ده النهارده، انا لما اجي لك من لما اجي من القناه هنا من المهندسين في ثلث ساعه، فاهم قصدي؟ غير لما باجي لك في ساعتين، فهي هتنعكس على المود العام بتاع الشعب. لما في حاجات كتير هتخلص هتنعكس. قد تكون الناس شايفه ان احنا بس يا جماعه ده سنس الابطال بصراحه، ده سنس الرياضي طبعا، فهمتوا؟ احنا بتوع تايم، الناس الرياضيه المتحمسه اللي هي بتبني دي، لا انت عايز تخلص وعايز تسرع، هنقص على نفسنا شويه في الاخر، لكن انت في الاخر هتلاقي ان انت عندك حاجه تقدمها للراجل اللي جاي يستثمر عندك، تقول له انت هتوصل ل 100 في حته الفلانيه، انت مش تيجي تتخنق، انت عندك مدارس، انت عندك جامعات انترناشونال، انت عندك انديه، انت عندك حتت رياضيه كتير، عندك لايف ستايل خلقناه لك. لا طبعا طبعا. طيب يعني لو انت احنا قاعدين دلوقتي وفي يعني شباب وشابات وناشئين وناشئات بيتفرجوا علينا، شايفه اهم حاجه لو انت عايزه تدي نصيحه بشكل عارفه انه هيبقى ليه مردود او هيبقى ليه امباكت على شخصيه اللاعب او اللاعبه، تقولي نصيحه ايه؟ ايه اللي اهم حاجه تنصحي بيهم؟ ايه هي؟ اقول لك على حاجه، انا يمكن اقول نصيحه غريبه جدا. اولا غير طبعا الالتزام في الرياضه، وان انت اوعى هيجي لك اوقات هتلاقي نفسك، انا جالي اوقات كتير جدا عايزه ابطل كل حاجه. ما تستسلمش للحته دي. يعني انا كنت دايما اقول لا لو قعدت سنه عايزه اعمل الاحساس ده ابقى ابطل. طبعا كانت بتبقى ماتر لحظه ما تستهوين، ما تستسلمش لحاله جيلك سواء كانت احباط او تعب او اي حاجه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى قليل عامه، ودي من الحاجات اللي انا يمكن عملتها متاخر شويه بس ندمت عليها، اقروا يا جماعه، اقروا. القرايه هتغذي دماغك وهتغذي ثقافتك وهتفرق معاك جدا بعد كده لما تكمل في شغلك، وهتفرق معاك جدا في رياضتك. اقرا في اي حاجه، القرايه غذاء العقل، يعني اقرا في اي حاجه. وبعدين لازم احنا بقينا عالم مفتوح، اي حاجه عايزها، اللي عايز يتعلم كل حاجه من غير شهادات موجوده عندك على النت. دي انا نصيحه يمكن كنت اتمنى ان انا اعملها من بدري، بس يمكن عشان كانت الجري طول النهار احسن من انت ما تجيش خالص. الجري يعني طول النهار يمكن ما كانش مديني الفرصه دي، بس دي من الحاجات اللي انا كنت لو رجع بيا الزمن كنت احب ان انا اعملها، ان انا اقرا كتير جدا جدا جدا. ودلوقتي انا بحاول اعمل، مفيش حاجه بتعدي من غير براش، حتى روشته البريسكربشن اللي بلاقيها على بر ده بجد عندي الحاله دي بقالي فتره كبيره جدا، لان انا حاسه ان انا عملته كاتش اب عن اللي انا ما عملتوش زمان عشان كنت برضه في الرياضه وكده. فاللي يقدر يعمل ده سيبك من التليفون والشات والحاجات دي، لو عرفت تقرا اي حاجه، اي حاجه كل يوم ولو بسيطه جدا اعمل ده. لمياء بجد انا مش عايز اقول لك قد ايه استمتعت بالحلقه دي. ربنا، وانا كمان والله بجد ثانك يو، حاسه ان انا استفدت. لا انا استفدت منك كمان، خلي بالك ما شاء الله الرغبه والحماس.
انا بشكرك شكرا وأنا جزيلا. وانا كمان شكرا لك خالص على وقتك. شكرا وشرفتينا، وان شاء الله مزيد من التوفيق، وهنفضل دايما سبورت ليك. ثانك يو، ربنا يخليك. شكرا خالص مختار نجمتنا في الباليه المائي، بشكرك نورتيني وشرفتينا. وانا كمان متشكره وتشرفت قوي. ميرسي خالص. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده، وزي ما قلت لحضراتكم اتكلمنا في اكتر من بعد، والنادي الاهلي مليء مليء بالكوادر والعناصر المميزه، وزي ما حضراتكم شفتوا لمياء بنت النادي الاهلي يعني من سنتين ثلاثه حتى الان وهي بنت النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال وابطال جدد في حلقاتنا القادمه باذن الله. شكرا جزيلا.